ازيك يا هال؟ يا اهلا. السلام عليكم. في ايه يا بت؟ قومي، عايزاكي في مصلحه. يفتح الله يا ست هاني، خلاص جبرنا. يا نيلك يا بت يا هالة، هو ايه ده اللي جبرنا؟ بقولك مصلحه، مصلحه قرشها حلو ومدتها قليله. وهي جديده يعني؟ ما كل مره قرشها حلو ومدتها قليله. انت يا بنت بترفصي النعمة ولا ايه؟ تكونيش بترفصي النعمة. طب بلاش عشانك، عشان عيالك الغلابة دول. ما هو علشان عيالي بقولك لا، انا ما بقيتش حمل تاني وولادي. النوبة اللي فاتت انا كنت هموت فيها لولا ربنا ستر وحب يخلي العيال دي ما تعيش يوتما. لا بس المصلحة المرة دي غير كل مرة يا بنتي هالة. المصلحة المرة دي قرشها حلو قوي. بقولك هتأمن مستقبل عيالك العمر كله. عندهم 5 فدادين تكفيهم وزياده. اديكي قلتي بعظمه لسانك يا براويه يلي ما بيتمرش فيكي. 2.5 سنين اتجوزتي لك فيهم 9 جوازات بس وجبت لهم 5 فدادين. انما الجوازه دي بقى بتاعت خالتك تقع على مزاجك، هتاخدي فيها 5 فدادين مره واحده. ولو ب50 فدا مش هينفع. هتنفع في ايه الفدادين لما العيال دي تبقى يتامى؟ يوه خلاص، هو حد ضربك على ايدك؟ روحي يا اختي وما تحمليش. ودي حاجه بايدي، دي بتاعه ربنا. واديكي شايفه دول انا جبتهم واني بستخدم الوسيله. طيب بشوقك يا روحي الحاجه، عايزاكي تفكري وتردي عليا. واديكي عارفه طريقي يا اختي. ما عشان عارفه طريقك بقولك يفتح الله بقى كده. ماشي يا هلول، بشوقك يا روحي. سلام. يلا يا اخو خيال. حاجة انا سمعت صح؟ 9 جوازات في 2.5 سنين؟ دول 9 جوازات بس، ده انا عندي يا اختي اللي متجوزه 15 مره. تعالي تعالي وانا احكي لك. ايوه عندهم صحه. الشاي يا خالتي. تسلم ايدك يا روح خالتي. كنت هنسى. بنتي يا اخوخه على فكره الاسبوع الجاي هتتجوزي. ايه؟ يو مالك يا بنت اتنقصتي كده؟ هو في واحده لما تسمع خبر جوازها تتنقز النقزه دي وتتخض كده؟ دول البنات يا اختي بيفرحوا ويموتوا من الفرحه كمان، ومش بعيد وي زغراته. لا خالص، بس يعني اتجوز ازاي؟ وبعدين العريس ده شافني فين؟ وانا مش هشوفه؟ مش هشوف يعجبني ولا ما يعجبنيش؟ بنتي يا خوخه انا سامعاكي كويس؟ انت عارفه يا اختي اني ماليش الا مراره واحده. انا لا اتفقت معاكي على كده ولا علمتك كده. انا ما عنديش حد يقول لي الكلام ده يا روحي. العريس ما يهمنيش يا حبيبتي انه يعجبك ولا ما يعجبكيش، المهم عندي انت تعجبيه. يعني اتجوزه من غير ما اشوفه حتى؟ من غير ما تشوفيه حتى؟ علشان انا شفته وقررت ان انت هتتجوزيه. جرايه يا ماما، انا جالي عريس بمواصفات معينه، عايز واحده بيضة ونخشب وحلو وبنت بنوت، وانا بقى شايفه ان المواصفات دي تنطبق عليكي. طب انت عارفه ان انا مش بنت. ما يهمنيش يا حبيبتي، الموضوع ده عندي سهل. المهم عندي العريس. ده راجل مش سهل، ده راجل مقتدر، غني. عارفه يعني ايه غني؟ المهم تبيضي وشي معاه وترفعي راسي. يا بنت انت مش فاهمه، يخرب بيتك. يا بنت ده هياخدك يعيشك في قبها. مش مهم ارفع راسك ولا ما ارفعش. المهم قبلين هنعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها؟ احلها ازاي يعني؟ لا حلها بسيط عندي، هما كلها غرزتين هتشكي وهتبقي زي الفل. غرزتين ايه؟ احي يا بنت لما يجي الدكتور صبحي هتفهمي كل حاجه اول ما يعمل لك العمليه. لا دكتور ايه، انا ما بحبش العمليات وبخاف منها. لا دي عمليه بسيطه قوي، سهله جدا، هيحولك كده بقدره قادر من مدام لمدمزه. ما انت قلت لي على الرفع سهل جدا. لا لا معلش المره دي بجد صدقيني حاجه بسيطه وسهله. وبعدين ايه يعني؟ احنا كده بنبقى مش بنخم الراجل وبنضحك عليه؟ مش حرام؟ لا اصلا لا لا انا ست صاحبه تعالي مش هستحمل اللي انت بتعمليه ده. جرايه يا بت، جرايه يا بت، جرايه يا شيخه خوخه، منكم نستفيد يا حبيبتي. جرايه انت بتعرفي في الدين اكتر مني ولا ايه؟ انا اللي اعرف الحرام والحلال. هو من انت يا اختي تستير البنات بقى حرام؟ حكم بيت يا فتحيه، هاتي المشروبات يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. حطي. روحي انتي.
قهوة حضرتك مظبوط صح؟ اتفضل. وقهوة المتر سادة أنا عارفاها. اتفضل. الليمون بقى، الليمون بقى الوصاية للشيخ جلال، هتدوق بقى وتدعي لي. الله يكرمك. بألف هنا وشفا. حضرتك اتفضل الليمون. بألف هنا وشفا. يلا. المهر والمؤخر كام يا حاجة؟ المهر 50,000 والمؤخر 30,000. مش كده يا شيخ جلال؟ شدوا يا حاج شدوا. العروسة ليها وكيل يا حاجة؟ وكيل ايه يا متر؟ العروسة وكيلها ربنا ومقطوعة من شجرة وانا اللي مربياها. ونعم التربية يا حاج، ونعم التربية. بنتك يا عريس، بنتك يا عروسة. هاتي يا اخويا. طب بتعرف تكتب؟ خدي يا اختي. امضي يا حبيبتي، امضي. يلا تسلم ايدك، تسلم ايدك. خدي يا متر. اتفضل. بالرفاوة والبنين يا حاجة ان شاء الله. الف الف مبروك. الف مبروك يا شيخ جلال. مش هوصيك بقى، مش هوصيك على خوخة، دي بنتي انا اللي مربياها، بنت غلبانة واميرة. في عيوني يا حاجة. الله يخليك، الله يخليك. مش يلا نجوم يا عروسة؟ طبعا يا اخويا، تاخد عروستك وتتهنى. الف مبروك بالرفاقة والبن. صوتي البحر. يلا يا اختي، يلا. هيكي فاهمة؟ الف الف مبروك، الف مبروك. خلي بالكم من بعض، طريق السلامة يا احلى عرسان، والنبي خمسة وخميس، الله اكبر. بقى يا راجل يا ناقص يا غلط، جاي قدام الزبون وتقول لي العروسه ليها وكيل من امتى؟ دي حاجه لزوم الشغل، ده احنا تلاميذي. تلاميذي قوي، انت هتودينا في ضهر بالتخيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلسوا جلسوا. مين دول؟ دول زوجاتي. زوجاتك؟ انا افتكرتهم شغالات. منين بقى؟ السودان والفلبين وإريتريا. لا مش قصدي منين كده، منين يعني متجوزهم ومتجوزني؟ والله لو ما عاجبك ارسل لك ورقه طلاقك للحاجه تقى، توصلها قبل لا توصلي لها انت. هتطلقني يوم ما تتجوزني يا نهار اسود؟ انا متزوج فتره بسيطه تبسطيني فيها، وفوق كل هذا يجيك اللي تبغينه، غير كذي مالك شيء عندي. فاهمه ولا ما فاهمه؟ فاهمه. طب يلا يلا خلصت. ايوه كده انا احبك. تفضلي. خير يا روح خالتك، ما تقلقيش. بس لك شيعتيلي بعد يومين يعني من جوازي، فقلت اكيد في حاجه ضروريه. لا يا اختي ما فيش حاجه ضروريه، بس مش عارفه كنت اصلا انا كنت عايزه اقول لك ان جلال طلقني. ايه؟ طلقني ازاي؟ زي الناس يا روح خالتك، في ايه يا بت؟ ما يطلقك، ايه المشكله يعني؟ انت مبسوطه 24 قراءه. ومين يا روح خالتك اللي قال ان الراجل مش مبسوط؟ تالت ومتلت ده، حتى بعت لي جواب شكر على حد عندي علشان يشكرني على حسن اختياري ليك. امال طلقني ليه؟ عادي، طلقك يا اختي زي الناس. فهمي، جلال رجع بلده، هياخدك معايا يعمل بك ايه يا روح خالتك؟ وبعدين الجوازه كلها كانت في الكام يوم اللي هم فاضلين في اجازته. دي جوازه ايه بقى دي؟ دي جوازه الهنا. حتى شوفي بعتلك دول معايا.
ها ايه رأيك؟ خد. ايه يا بيت؟ سيبك بقى بلا جلال بلا نيلة دلوقتي، خليه يغور. المهم عايزة اقول لك اني جايبة لك جوازة جديدة، انما ايه سقعة. جوز ازاي وانا لسه في العدة؟ عدت اهي روح العدة يا بنت، ما تعصبينيش. طب خد عدي معايا. هي دي النيلة يا بنت؟ بقول لك عدي. وخدي دي كمان، دي ورقة جوازك من جلال. افتح الباب يا بنت يا فتحية عشان الناس جم. اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، اتفضل اتفضل يا متر، بكم مطرحكم اتفضلوا. السلام عليكم يا حاج. اتفضل يا اهلا وسهلا، نورتنا. النور ده هو ده العريس؟ لا يا اختي، ده الوكيل بتاعي. فين العريس بسلامنا؟ العريس في اسكندريه عنده شغل مهم، هو فاضي للكلام ده. انت اللي هتروحي له بعد الوكيل اتجوز بدله. طب وفيها ايه؟ ليه انت فاكره اي كلام؟ الوكيل ده كلام ده قوي، وبعدين ده ياما اتجوز لي. ويحضر ليله الدخله بداله برضه. ايه بتبرطمي تقولي حاجه يا بنت؟ بحسب. يا اهلا وسهلا. الله يخليك يا متر. يلا يلا ابتدي تكتب العقد يلا. منورنا يا شيخنا. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا بيكي. اتفضلي افتحي. شكرا. ثواني بس ورياض بيجي لك حاجه. ماشي. تشربي ايه ست الكل؟ لا شكرا. قمر قمر ايه العز ده كله؟ بس شكلهم ناس غريبه برضه. تفضلي كده تدخلي في بالانسات لغايه ما هتلبسي في حته وهتتوكسي. انا عارفه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالعروسه. اهلا وسهلا. ليه؟ الله اللهم صل على كامل النور. لا ده انت احلى من الصوره بكتير قوي. ربنا يخليك يا سيدي رياض، دي عيونك هي الحلوه والله. ايه الحاجه تقى بعتت معاك الورقه؟ اه اتفضل. تمام يا مراتي يا حبيبتي. ها ومحضره لي ايه بقى؟ كل خير يا الحاجه توقع. ما حكيتلكش عني ولا ايه؟ حكيتلي على كل حاجه. امال انا اتجوزتك ليه يا جميل؟ قول لي يا سيدي رياض، هو في حد هنا يعني انت متجوزه في الشقه قاعد معانا؟ لا ما احبش حد يتعدى حدوده، كل واحد يلزم مكانه. ما تسأليش عن حاجات مالكيش فيها ابدا. لا 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 انت فهمتني غلط، متاسفه والله. انا بس بشوف يعني لو حد اتعرف عليه كده ولا كده يعني. ده انا عايزه رضاك والله. اه يعني سعادتك هي بس امنيتي. انا تحت امرك والله، تحت امرك في كل حاجه. ايوه احبك كده وانت فاهمه. يلا تعالي معايا يا خوخه يا قمر. حلوه قوي 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 خوخه ده، عشان اقول لك وكل خد عليه خوخه. يا خوخه يا خوخه يا خوخه.